استديوهات رومانس اقبلت ام علي والله كالاصيله في عالم الزفات مهرة الخيال باليد اليمنى وقفوا بالكف بالدله ويله ورشوا الصاله بورد وياسمينا يا هلا يا تعالي يا الجميله يا الياقوت والفضه يا هلا يا تعالي يا الجميله يا الياقوت والفضه خيل تبقى عمري تسمع الفنينه عيشي الفرحه مع العمر وسنينا يا هلا يا تعالي يا الجميله يا الياقوت والفضه خيل تبقى عمري تسمع الفنينه عيشي الفرحه مع العمر وسنينا اقبلت معالي والله كالاصيله مهرة الخيال باليد اليمينة وقفوا بالكف بالدله وهيله ورشوا الصاله بورد وياسمينه اقبلت معالي والله كالاصيله مهرة الخيال باليد اليمينة وقفوا بالكف بالدله وهيله ورشوا الصاله بورد وياسمينه من يسار ومن يمينك شايلين لك بنات كل من برق المخيلة جل من صور جمال وزاد زينة والجمر والعود الأزرق لك نشيله من يسار ومن يمينك شايلين لك بنات كل من برق المخيلة جل من صور جمال وزاد زينة اقبل والزين باين معدليله بنات صالح كنهن برق المخيله والقصيد اليوم صار طرفي وسيله الام علي وام سلطان كاتبينه اقبل والزين باين معدليله بنات صالح كنهن برق المخيله والقصيد اليوم صار طرفي وسيله الام علي وام سلطان كاتبينه اكبرت بنات المزيونه الجميله اجبعت مع زينها عقل وسكينه اكبرت بنات من يحمي دخيله شيخكم من طيبهم متوارثينه اكبرت بنات المزيونه الجميله اجبعت مع زينها عقل وسكينه اكبرت بنات من يحمي دخيله شيخكم من طيبهم من فرحة كل وخليلة اخوانه علي وتركية من العطايا والذهب حلية جميلة والهدايا كلها جزلة وثمينة ربي تم من فرحة كل وخليلة اخوانه تركي وعلي ثلاثة ستة صفر.